يؤكد أبطال الجيش واللجان الشعبية في محافظة شبوة استمرارهم في مواجهة العدوان السعودي والدفاع عن المحافظة وتحريرها من كل المرتزقة. إلى التفاصيل. محافظة شبوة إحدى المحافظات التي شهدت مواجهات شرسة بين الجيش واللجان الشعبية من جهة والقاعدة وحزب الإصلاح وإخوانهم من جهة أخرى. ولأهمية هذه المحافظة فقد كانت قناة اليمن من اليمن أول وسيلة إعلامية تزور عددا من المناطق والمديريات التي لا زالت خاضعة تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية. مثلث بيحان مبيع الدواعش بالمرصاد، وسوف نقول لهم سنجاهد بأبنائنا وأنفسنا وأموالنا وأمهاتنا وأبائنا لا آخر قطرة من دمائنا ولا نستسلم هذول الحكمراء عملاء أمريكا وإسرائيل. احنا هنا في مثلث بيحان نوجه هذه الرسالة إلى العدوان السعودي الغاشم، ونقول للعملاء والمرتزقة والعدوان السعودي أن احنا هنا مستطن لهم بكل معنى الرجولة. واقفين للعدوان بالمرصاد إن شاء الله. في مثلث بيحان. في مثلث بيحان. سنضحي بالغالي والنفيس لأجل هذا الوطن. والله منتظرين للدواعش ما يجوا لهنا للمثلث وبأن يكسرهم. بدأنا الرحلة من هنا. من مديرية النعمان بمحافظة البيضاء والمحاذية لمحافظة شبوة وصولا إلى مديرية عسيلان وبالتحديد إلى مدينة النقوب التي تعرضت كغيرها من المدن إلى قصف هستيري بشع استهدف المباني والمنشآت العامة والخاصة. نحن في منطقة النقوب في وادي بيحان، المنطقة آمنة مؤمنة ولا في أي خطر أي لا جانب أمن مرة، ونحن مؤمنين المنطقة بكاملها. وصولنا تزامن مع قصف على هذه المباني والمنشآت وبعد خرق للهدنة التي تم الاتفاق عليها. أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطون هنا أكدوا استمرارهم في الدفاع عن الوطن وتحريره من عناصر الإرهاب ومرتزقات العدوان. الخراب والدمار الذي تظهره الكاميرا أبلغ من أي كلام يقال، ويعكس الحقد والخبث في قلوب تحالف العدوان الغاشم الذي حول الحياة إلى موت والإعمار إلى هدم وتدمير.